تحسن بسعاد جديد عن صحة دلال عبد العزيز. تليف الرئة، تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. شقيق سمير غانم يكشف التطورات الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. مسؤول يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. فيديو رامي رضوان عن حالة دلال عبد العزيز بعد وفاة سمير غانم. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. بعد مرور 17 يوما هل علمت دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم؟ وعلى الرغم من سلبية آخر مزحة أجرتها الفنانة دلال عبد العزيز، إلا أنها لا تزال تعاني من تداعيات وتبعات إصابتها بالفيروس، والذي كان سببا في وفاة زوجها وشريك حياتها الفنان الكبير سمير غانم، والذي وافته المنية في 20 من مايو الماضية عن عمر نهز 84 عاما. وبعد مرور 17 يوما على رحيل زوجها سمير غانم، لا تزال أسرتها تخفي خبر الوفاة عنها خوفا من أي تبعات سيئة قد تتعرض لها بعد معرفتها. وبات ذلك واضحا عندما زارت الفنانة إيمي سمير غانم قبر والدها يوم الجمعة الماضية وهي ترتدي زي ملونة، حيث تخلت عن الأسود حتى لا تشعر والدتها بشيء. ولا تزال الفنانة القديرة دلال عبد العزيز تتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي وسط اهتمام جمهورها ومحبيها بمتابعة تطورات حالتها الصحية، خاصة مع عدم استقرار حالتها واستمرار تلقيها الرعاية بعدما أصيبت بفيروس كورونا قبل أكثر من شهر. وكانت الفنانة إيمي سمير غانم نشرت قبل 4 أيام عبر حسابها الشخصية على موقع صور شهير إنستغرام صورة لرسالة وضعت على غرفة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، حيث لا تزال تتلقى العلاج وتحت الرعاية الصحية. وأظهرت الورقة التي وضعت على غرفتها رسالة كتب فيها: المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، في إشارة إلى إخفاء خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها. وفور نشر الرسالة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات المؤثرة والكلمات الداعمة لأسرة الفنان سمير غانم. آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية وهل علمت بوفاة سمير غانم؟ كشف مصدر من عائلة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز آخر التطورات المتعلقة بوضعها الصحي، ونقلت صحيفة الوطن على مصدر من داخل عائلة دلال عبد العزيز قوله أنها تعاني من تليف الرئة الذي نشأ لديها كأثر سلبي من فيروس كورونا ويعمل الأطباء على علاجه. وأضاف المصدر أن حالتها في تحسن ملحوظ ومستقر نسبيا. وأكد المصدر الذي لم يكشف عن اسمه للصحيفة المصرية أن دلال واعية لكل ما يدور حولها وأن أبنائها وأزواجهم بجوارها طوال اليوم من أجل أن لا تشعر بالوحدة أو بغياب سمير غانم. وفيما يتعلق بحصول على الأكسجين قال المصدر إنها تحتاج إليه بسبب التليف، لافتا إلى شعورها بضيق في التنفس في حال إيقاف إمدادها بالأكسجين، ويعمل الأطباء على رفع نسبة الأكسجين في الدم والرئة كي ينزعوا جهاز الأكسجين منها، بالإضافة إلى إعطائها بعض الأدوية التي تساعد على علاج التليف الرئوي. وبشأن علاج التليف الرئوي قال المصدر انه يعالج ولكنه يحتاج فترة طويلة قد تصل لعدة اشهر، وان مرحلة الصعوبة هي مرحلة بداية الاستشفاء والتي بدأت دلال بها. وكان الفنان سمير غانم قد دخل احد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج برفقة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد اصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الا ان نجم الكوميديا فارق الحياة في اواخر الشهر الماضي. تليف في الرئة، تطورات مفاجئة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. كشف مصدر طبي اليوم الأحد تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز. وقال المصدر الطبي بالمستشفى الذي تعالج فيه دلال عبد العزيز إن حالة الفنانة الصحية تتحسن بشكل عام ولكن ببطء، والرئة لديها تعاني من تليف شديد إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أنها ما زالت بحاجة إلى دعم أكسجين، وذلك حسب صحيفة أخبار اليوم المصرية. وأوضح المصدر أن حالتها شهدت تطورات إيجابية في الساعات الماضية في وقت تواصل الأطقم الطبية المشرفة على علاجها متابعتها لحين تماثلها للشفاء. وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضانية ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم على عمر نهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا.
تحتاج لدعم ورئة متليفة. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز. كشف مصدر طبي بالمستشفى الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز تطورات الحالة الصحية لها، مؤكدا أنها ما زالت بحاجة إلى دعم أكسجين، وأضاف أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتحسن بشكل عام ولكن ببطء، ورئة لديها تعاني من تليف شديد إثر إصابتها بفيروس كورونا. وأوضح المصدر أن الحالة الصحية للفنانة شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبي المشرف على علاجها يواصلون متابعتها لحظة بلحظة لحين تماثلها للشفاء. ويأتي ذلك عقب بقاء الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن الشهر عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم بناء على نصيحة طبية حتى لا تسوء حالتها. وكانت مصادر طبية متابعة لحالة الفنانة دلال عبد العزيز قد أكدت على تحسن حالتها الصحية. يذكرون آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ملك الجدعنة، وهو بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وراني يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد العظيم ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى. تعاني من تليف شديد في الرئتين، تطورت حالة دلال عبد العزيز صحية. كشفت مصادر طبية في المستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبد العزيز تطورت حالتها الصحية جراء تداعيات إصابتها بكورونا. وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة ليست مستقرة وتحتاج الأكسجين طوال الوقت نتيجة لحدوث تليف شديد في الرئتين أحدثه فيروس كورونا الذي أصيبت به مؤخرا ونقلت بسببه للمستشفى، موضحة أنها موضوعة على جهازين الأكسجين، وهي أجهزة تساعد على ضخ الأكسجين للجسم لعدم قدرة الرئتين على التنفس بشكل طبيعي والشعور بالاختناق وفقا لصحيفة الوطن. وأوضحت المصادر أن المستشفى حاول إجراء أشعة مقطعية لها خلال الأيام الماضية إلا أنها لم تتمكن لخوفهم من نقل الحالة وتأثرها خلال عملية النقل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل تحسنت صحة الفنان دلال عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل نهاية الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.